تمارا بقى بنت حضرتك ليه اختارت الاهلي عن سبورتنج في السله، بما ان الفرقتين الاهلي وسبورتنج هم انديه القمه في السله؟ هل انت اللي يعني خليتها تروح الاهلي ولا هي اهلاويه؟ هو للاسف شديد بعض الاوقات ان بعض الناس بتتعامل مع اللعيبه بغض النظر عن باسكت او كوره ان هم مشجعين. يعني اللاعب هو لاعب الاهم، زي بالظبط ما حصل معايا في مجالي يعني في او في الكارير بتاعي. انا في الاخر اي نادي بروح له اولا بخلص له جدا، بحترمه جدا، يكون عندي امانه كبيره جدا جدا جدا. فانا طول الكارير بتاعي فيما بعد لما احترفت بره في بلجيكا، فانا لاعب محترف مهني بحترم المكان اللي انا موجود فيه. يعني ما ينفعش ان انا اكون بلعب في الاهلي او بلعب في الاتحاد او بلعب في المصري ان انا اقول بايه انا اتمنى الزمالك يكسب الماتش الجاي. ما ينفعش. يعني حتى فرضا ان الزمالك مش هيحترمني ولا النادي اللي انا موجود فيه كمان هيحترمني. مش كده، بشوف بعض اللعيبه الحقيقه بتعمل مزايدات معينه، ان انت بتلعب في نادي معين وانك انت بتبين تشجيعك او مساندتك لنادي اخر يعني. فده اللي عمل المشكله دي كلها زي ما كنت بتكلم في بدايه كلامي، هي السوشيال ميديا. لان السوشيال ميديا للاسف شديد بتشتغل دايما على الترند، فكل واحد عايز يعمل ترند معين، بس للاسف شديد بيكون لها تاثير وقتي بس ممكن تاثر تاثير سلبي. الحقيقه انا عندي العالم بتاعي، ولا انا بزايد على حد ولا انا بسمح لحد ان هو يزايد عليا، سواء كان عليا انا شخصيا او على حد من ولادي. يعني الحمد لله اولا هو فضل من ربنا سبحانه وتعالى ان اتنين من ولادي ان شاء الله يخدموا بلدهم وفي نفس الوقت في المجال بتاعهم، سواء في الكوره مع احمد او في الباسكت مع تمارا. يعني انا شايف كره القدم بشكل عام بالنسبه لنا شخصيا هي ولا هي عقيده وطن ولا عقيده دين، هي كره قدم، هي متعه للاستمتاع. يعني على فكره يا جماعه، يعني هو للمتعه، بس للاسف شديد بعض الناس عشان خاطر الترند وعشان خاطر ان هو يزايد على جماهيريته او ان هو ازاي يزود اللايكس عنده في الانستجرام ولا في الفيسبوك ولا حاجات من دي، فهو طبعا بيعمل حاجات للاسف شديد. لو انت سالته كده فيس تو فيس انت بتعمل كده ليه، يقول لك عشان الناس بقى فلازم يكون عندك مصداقيه مع نفسك يعني. فانا كره القدم بالنسبه لي انا دايما بقول فضل الزمالك كبير جدا عليا، بحب الزمالك جدا جدا جدا، هو اللي ليه فضل كبير جدا ان هو بين لي الناس، انما ده لا يقلل ابدا ابدا احترامي للنادي الاهلي وجماهيره ومجلس ادارته والنادي المصري والنادي الاتحاد. بس طبعا الاهلي ليه مكانه تانية مختلفه يعني، وعلاقات الانسانيه اهم بكتير جدا جدا من المزايدات الرياضيه. يعني انا عندي علاقات الانسانيه مع الناس في الاهلي علاقات اخويه وعلاقات صداقه يعني، فانا عمري ما هضحي بيها عشان في الاخر سوشيال ميديا ترند يعني خالص يعني. لما جه الموضوع عند تمارا الحقيقه بالعكس دعمت جدا جدا، لان الاهلي افضل فريق في افريقيا يعني، يكاد من افضل الفرق في افريقيا، بل بالعكس هو من افضل فرق او افضل فريق في افريقيا او افضل فريق في مصر. فانا شايف ان الافضل ليها والاحسن ليها ان هي تكون موجوده مع فرقه كبيره، مع نادي كبير، مع ليه جماهيريه كبيره جدا جدا جدا، وتكبر في النادي. فده وبالعكس وانا بدعمها وادعمها دايما.